يسعد مساكم من جديد. هل يولد المنشد موهوبا بالفطرة بحكم جيناته الوراثية؟ أم هذا الفن الرفيع صفة مكتسبة وبإمكان أي صاحب صوت جميل أو مقبول تعلمه بقليل من الهندسة الصوتية، لا سيما إن كان هذا المنشد طفلة في عمر الزهور؟ رحبوا معي بجميلتي لانا لتيبي. أهلا يا جميلة. أهلا فيك. أهلا يا لانا. لانا حدثينا أول عن بدايتك، متى بدأتي بالإنشاد؟ من سنة وأكثر. من سنة أنت منشدة، كيف اكتشفتي هذه الموهبة؟ اكتشفتها لما كنت في الصف الرابع، جتني فرصة أني أنشد على مسرح المدرسة، فأنشد فلقيت قبول من المعلمات والطالبات فصرت أنشد. ما شاء الله، ومن ساعدك بهذه الموهبة؟ أمي سمعت صوتي وقالت حلو وساعدتني أني أشارك في المهرجانات. وكيف بدأتي التدريب؟ صرتي دائما تسمعين الأنشيد في اليوتيوب وتحاولين يعني تقلدين الأصوات ولا كيف؟ كنت أحاول أقلدها كيف يعني النغمة وكيف إنه يرتفع وضبطت معي وصرت أغنيها. ممتاز. طيب تسمعين حاجة حبيبتي؟ يا حلوهم يا ملحهم لب البنات وجوهم، منه تخيل هالحياة لو ليلة بس بدونهم. لبا 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 البنات وجوهم، يا حلونا يا ملحنا لبا البنات وجونا، منه تخيل هالحياة لو ليلة بس بدوننا، لو ليلة بس بدوننا. يا حلونا يا ملحنا لبا البنات وجونا، منه تخيل هالحياة لو ليلة بس بدوننا، لو ليلة بس بدوننا. لبا 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 البنات وجوهم، احنا ترى القلب الحنون، احنا الدلع واحنا الجنون، الوردي لو شاف البنات بيقول والله يهبلون، بيقول والله يهبلون. الله الله عليك ان شاء الله. طيب حبيبتي لانا حدثيني ايش اكثر شيء انت تحبينه، يعني اي الاناشيد اللي دائما تحبين؟ احب الاناشيد بانواعها بس افضل الوطنيه. حافظة شيء وطني؟ إيه؟ يلا سمعينا. سعودية شوفوا محلاها، سعودية ربي يرعاها، سعودية شوفوا محلاها، سعودية ربي يرعاها، روحي تفديها عمري بعطيها، يا بلاد الخير روحي تفديها عمري بعطيها، يا بلاد الخير المملكة بنت ولد، الخير فيها والسعد نضمها بقلوبنا ونحبها بنت ولد. الله 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 عليكي. طيب لانا كيف تقدرين ترتبين، يعني انت الان المدرسه وبرضه تدريباتك على الانشاد وكذا، كيف تقدرين يعني تخصصين وقت معين للتدريب على الاناشيد؟ ايه. متى؟ مثلا اذا يعني جيت من المدرسه كذا يعني اتدرب على انشوده واحده، وبعدين يعني اذاكر وكذا، بعدين اذا كان عندي وقت فراغ فاضي اتدرب عليها. ممتاز، بطله. طيب حبيبتي ما شاء الله انت ما شاء الله موهوبه وصوتك جميل على فكره، شاركتي في معارض؟ ايه شاركت في مهرجانات وبراتات. كيف كانت تجربتك اول مره طلعتي على المسرح؟ حكيني كيف كانت تجربتك. يعني عادي، كنت مرتبكه شوي ومشاعر الخوف اكيد طبعا. وبعدين صرت متعوده خلاص، يعني اطلع على المسرح انشد بكل. لكي مجموعه جروب كذا او انت تنشدين لوحدك؟ لا لا انا لحالي انشد. ايه وتقعدين تتدربين لحالك؟ ايه. ايه اذا سمعتي حاجه في اليوتيوب ممكن تقلدينها وتجيبين نفس الصوت. ايه ممتاز جميل. طيب كيف كانت المهرجانات اللي شاركتي فيهم؟ شاركتي في مهرجانات للمدرسه؟ بعضهم يعني. جميل جدا، يعني الله يوفقك حبيبتي واستمري لانه انت صوتك جميل وانت مبدعه. شكرا. نشوفك ان شاء الله منشده كبيره ان شاء الله. طيب حبيبتي نبغاك، يعني احنا اكيد ما دام انت موجوده معنا اكيد نبغى نسمع منك كثير، اعطينا حاجه نختم فيها الفقره اليوم. اهلا هلا بزوارنا، يا مرحبا بالحاضرين، جينا لكم حب ووفا زهرات فل وياسمين. اهلا هلا بزوارنا، يا مرحبا بالحاضرين،
جينا لكم حبوفة زهرة فل وياسمين. الله، انت فل وياسمين، نورتينا يا لنا لا تبي. اتمنى لك التوفيق حبيبتي. نورك. شكرا لك. اذا مشاهدينا فاصل قصير ونستكمل حلقة اليوم، ابقوا معنا.